سألت في المستشفيات، سألت في كل حتة، أقرب اسم عندكم هنا إيه اللي جنب الدراس؟ قالوا لي اسم الجمالية اللي عند الحسين، لأن آخر مكالمة لي كان بيقول أنا بعدي الطريق عند الإيه، عند العربيات، والعربيات دي كانت عند الحسين. جريت على الاسم بتاع الجمالية عشان أسأل، سألتهم ابني عندكم ابن، قالوا لي اسمه إيه؟ قلت لهم عبد الحليم محمد، عبد الحليم أحمد علي. قالوا أيوة احنا واخدينه. طب من امتى؟ قال من امبارح، من يوم الاربعاء امبارح، كان حوالي واحدة ونص او واحدة وتلت مش فاكرة. طبعا رحت ايه، قلت لهم طب عايز اشوفه اتأكد ان هو موجود او لا، ورهوني وشفته. ايه يا ابني اللي حصل؟ قال لي انا كنت راجع من الجامعة، واحد لابس ملكي وانا بعدي الطريق عشان اركب، قال لي بطاقتك. قلت له بطاقتي اهي. قال له انت طالب؟ قال له ايوه. قال له طالب في الجامعة، في جامعة الأزهر؟ قال له أيوة. قال له طب ركب معي، ركب معي. قال لي ما فيش شوية، ولقيت بيحققوا معانا في النيابة، وكلا النيابة جابوهم في الاسم عشان يحققوا معي. فلما حققوا معاه، هو ده الكلام اللي ابني قاله، وهو ده الكلام اللي في المحاضر، وهو ده الكلام اللي في كل حاجة. حتى الضباط لما سألوه انتوا عبد الحليم كان معا؟ طيب شفتوه؟ قالوا لا. أعرض الصور بتاعت الفيديو اللي هي بتاعت المظاهرات وكده، وبتاعت المشيخة، عرضوها مش عارفة على المحامي العام ولا على القاضي، مش عارفة على مين. فكتب التقرير في المحضر إن هو مش موجود في هذه الصور خالص. والمحاميين لما قروا هذه المحاضر قالوا ابنك هيخرج، معلوش أي حاجة خالص، ما فيش أي حاجة عليه، ولا كان في مظاهرات، ولا كان في مشيخة لازر، ولا كان في شغب، ولا أول حاجة لحد. فقالوا لي ابنك هيخرج ان شاء الله، خارج معاكي على طول. فدخلت للمحامي العام وكلمته، وقال لي ان شاء الله هيخرج معاكي، ان شاء الله يخرج معاكي، طالما ما عندوش حاجه ان شاء الله يخرج معاكي وكده، بس ما فيش حاجه تاني. فبص لقيت في الاستئناف، لما عملنا الاستئناف المحامي العام قال اعملوا استئناف. قلت له طب نعمل استئناف؟ قال اعملي له. عملنا عليهم كلهم استئناف، والاستئناف حكم فيه القاضي بأيد القرار اللي هو حبسه على 15 على ذمة التحقيق 15 يوم. بعد ما خلص ال 15 يوم اتعرض عليا، وقف المحامين يدافعوا عن ابني، وكتموا المذكرة للقاضي، القاضي كأنه مش سامعهم ولا عايز يبص حتى في أي حاجة، وحكم على ابني ب 17 سنة سجن بدون ما يعمل حاجة، وكفل 64,000 من غير ما ابني يعمل حاجة خالص. للظلم ده، للظلم. ابني في ثانوي كان من الدرس للبيت ومن البيت للدرس، ولما جات الجامعة راح قدم، حتى كان جاي له كلية زراعة ما رضيش يروح مدينة نصر في كلية الزراعة، قال لي عشان فيها شغب وما فيهاش اطمئنان، هحول للغة عربية في الدراسة. قلت له زي بعض، وهناك المنطقة هادية وكويسة، هتعرف تروح وتيجي بسلام إن شاء الله. حول، وهو أسبوع اللي راح، هو أسبوع اللي راح ما فيش غيره. أقول لا إله إلا الله محمد رسول ربي، لا يهدي، ما لهمش أولاد، ما لهمش أولاد، ما لهمش ولاد يخافوا عليهم، زي ما احنا البلا بتحصل على ولادنا، ما يعرفش اللي فيه ربنا، منتقم جبار من كل ظالم، اي ظالم ربنا بينتقم منه، جبار، ان الله جبار بينتقم من الظالمين. ما تظلموش حد عشان ما تظلموش يوم القيامه، ربنا عشان ما تظلموش حد، حرام الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ربنا بيستجيب من دعوة المظلوم، وما بيستجيبش من دعوة الظالم أبدا، وبيهلك الظالم.